الله أعلم، هذه احتمال، وهو الذي أرجحه أن الملكين ببابل أنزل عليهما شيء، علم آخر ليس السحر، أنه قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، فتكون ما هنا موصولا اسميا بمعنى الذي، والعطف يقتضي المغايرة، معناه أن الملكين أنزل عليهما علم آخر ليس سحرا ولكنه علم من علوم الشر، ولذلك قال: وما يعلمان أي ذلك العلم من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبعض الناس يقول إنما نافية، معناها يعلمون الناس السحر وما أنزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، لكن لو كان كذلك لما كان للسياق استجام، يعني السياق فيه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، معناه أنه ما يعلمان فعلا شيئا. فلذلك الذي يترجح لدي أن الملكين ببابل وهما هاروت وماروت كانا يعلمان الناس علما من علوم الشر، وذلك بأمر الله مثل امتحان الناس بكل الأقدار، مثل ما تتنزل الملائكة بالأمراض والأوبئة والفتن كلها تنزل، فهذا امتحان من الله، وهما غير عاصيين بل هما مطيعان لله سبحانه وتعالى بذلك.